حفلات التخريج باتت جزءا لا يتجزأ من الفعاليات المدرسية، حيث تقوم المدارس الابتدائية أسوة بالمدارس الثانوية بإقامة حفلات تخريج مع نهاية السنة لطلابها المتخرجين. يدعى الأهل إلى هذه الحفلات التي تقام خلالها فعاليات عديدة وفقرات ترفيهية ليحرص الأهل على التواجد مع أبنائهم في مثل هذا اليوم بغض النظر عن موقفهم من إجراء مثل هذه الحفلات. السيدة نبيلة سويد، أسألك كأم، ما هو رأيك بحفلات التخريج التي تقام لطلاب الابتدائية صفوف سوادس؟ أنا مع إقامة حفلات تخريج، لأن حفلة التخريج بتلخص مرحلة في حياة الولد وانتقاله من المرحلة الابتدائية للمرحلة الإعدادية الثانوية. تلخص إشي كثير حلو، بلخص ذكرياته، كل إشي مرق عليه في هذول الست سنين. أول إشي إحنا منفرق صحباتنا ومننتقل على صف إحنا ما كناش نعرفه، ونبعد عن معلماتنا إنه إحنا كثير كثير تعودنا عليها، ومنروح على مدرسة إنه إحنا مش متعودين عليها، ولأنه كمان إحنا منفرق صحباتنا. اليوم كان عندنا حفلة تخريج وسوينا فيها فقرات حلوة، وزعلنا لأنه بدنا نفارق بعضنا. ورأيي بحفلات التخريج إنه هي كثير كثير إشي ممتع، لأنه بتظل ذكرى لكل الحياة. وبين فرحة الطلاب بتخرجهم وتخوفهم من الانتقال إلى مرحلة جديدة من حياتهم، تتضارب آراء الأهالي بين مؤيد ومعارض. كخطوة كثير حلوة وإيجابية، اللي هي بنفصل الطلاب السوادس عن مرحلة لمرحلة ابتدائية ثانية، هيك بنعطيهم الاهتمام، خصوصيات لهم، وفي شيء منهم اللي بيتفرق بيطلع على صفوف ثانية بقسمون في المثل الإعدادية بقسمون، وفي شيء اللي بيختار إنه يترك البلد ويطلع على محلات ثانية، في محلات بنميوت زي ما قالوا محلات ثانية، هيك نعمل إنه زي جو للأولاد إنه يتخصص إلهم إشي معين أو إشي اللي هو إلهم يميزهم فيه هذا النهار. فيش جدال إنه صارت شوي القضية عنوها زي تخرج دكتوراه وشغلات ومبالغ فيها شوي من ناحية تكاليف وأمور اللي بغنى عنها، بس برضو الإشي كمان حلو وكي خفيف، يكون إشي أشلب وأجمل.